السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال جميل جدا، ازاي اقدر ادخل شركة شغالة في البيم مع العلم ان هم شرطين ان انا اكون شغال بيم، تمام؟ وانا طبعا مش هكون شغال بيم، فالبيضة الاولى للفرخة. نفس السؤال بيسيل، انا متخرج وشرطين اللي يجي يشتغل يكون خبرة، فازاي اخد خبرة وانا مش شغال؟ نفس الفكرة ونفس الكونسبت، يعني نظرية فلسفية من ايام ارسطو وسقراط وافلاطون، تمام؟ والحل بسيط جدا، الحل بسيط جدا. يعني لو قلنا مثلا حكايه ان انا لسه متخرج وبدور على شغل، الحل ان انت اول حاجه تعمل اللي عليك، تعمل اللي عليك. يعني ما تقولش لا ده الطريق ده مسدود، واعمل السي في بتاعك وابعته، ولو تعرف تبعته 1000 شركه، وتبعت للشركه مره واتنين وتلاته وجيلك رفض تتصل بيهم تاني. حصلت لي قبل كده ان انا بعت سي في وقالوا لا احنا مش محتاجين، وبعت تاني والحمد لله تيسر. ممكن تروح تدريب، تمام؟ يعني المهم خد بالاسباب، خد بالاسباب، خد بالاسباب. يعني ما تبقاش قاعد في البيت وتقول لا ما فيش فرصه، او قاعد قدام التلفزيون وتقول ما فيش فرصه. لا انا باخد بالاسباب وبروح واجي وتوقع الرفض. يعني لو ما قابلتش رفض يبقى كده في حاجه غلط، تعمل ستوب. ازاي انا ما اترفضتش؟ لازم في رفض، ولازم في مشاكل، ولازم حد يغلس عليك، ويعني لازم تتوقع حاجه زي كده. انت المفروض دلوقتي لو احنا بنتكلم على الجزء بتاع البيم، اعمل شغل بيم مع نفسك. بمعنى لو انت شغال في شركه بتشغل كاد، اعمل الكاد، اعمل الكاد ده، اعمله بالبيم واقنعهم ان هم يشتغلوا بيم. قول لهم بصوا البيم بيعمل كذا كذا. انت شغال مثلا في مشروع مول كبير، لو فيلا هتعمل الفيلا دي وخلاص. طب لو مول كبير هعمل جزء معين واجي اوريهم، بص شفتوا الافاده اللي احنا عملناها من البيم، شفتوا احنا عملناها ازاي، شفتوا الفوائد. تبدا توريهم. يعني في مهندس خالد عبد العال عامل كده ومعلق شويه صور حلوه عنده في المكتب. دي حاجه كويسه جدا ان انا بشغل ده وبشغل نفسي، ومبستناش ان يجي كده قرار من صاحب الشركه يصحى من النوم هو عمره ما سمع البيم يقول لك عايزين نطبق البيم. لا انت تبدا تتحرك وتبدا تطبق البيم. اعمل بورتفوليو بتاعك من مشاريع انت اخترعتها، تمام؟ يعني مثلا مهندس معماري يروح جاي يقول ايه، طب انا هشوف مبنى زوحة حد عاملاه وابدا اعمله بالبيم واشوفه. اعمل حاجه مثلا زي حاجه، يعني اخترع مشاريع، ممكن مشاريع وهميه، ممكن مشاريع مطلوبه كده وانا عملتها بيم، ابدا اعمل بورتفوليو واقدم للشركه. ده شغلي، تمام؟ فبقى عندي ميزه، يعني بدل ما انا كاتب ان انا خدت كورس ريفت، لا ده انا اشتغلت هو وعملت حاجه. في بورتفوليو ده عباره عن ملف بحط فيه صور اللي انا شغال فيه، ولو في حاجه بالشغل حقيقي تدريب بكتب ده تريننج، ده بيني وبين نفسي، ده انا حضرت كورس وطبقته، ده كان مشروع التخرج بتاعي. لان الصدق هو المنجاه في حياتك ومماتك. فلو كذبت هتلاقي كل الفلوس اللي هتجيلك بعد كده ما فيهاش بركه. فالحل، ملخص الحل، ان انت تبدا تعمل شغل مع نفسك. ممكن تاخد شغل بره الشركه اللي انت شغال فيها. يعني انا كنت مثلا كنت شغال في شركه، وكان لو حد بعت لي شغل كاد برفض. لو حد طلب مني ريفت ابقى فرحان قوي واعمله، حتى لو هعمله ببلاش، حتى لو ولو حد طلب مني كاد بعمله له بيم، يعني واديه له كاد، تمام؟ وكان بيوفر عليه وقت كتير جدا جدا. يعني انا نفسي كنت حاسس ده موفر لي تقريبا 70% من الوقت اللي انا كنت اعمله في حاجات كتيره، ده وفره لي. فالحل ان انت تبدا تشتغل، تعمل كذا حاجه حتى لو حاجات وهميه، وتبدا تحطها في البورتفوليو، تحطها في السي في، تحطها على الفيسبوك وتوري شغلك، تحطه على لينكد ان. فده بيقوي نفسك ان انت مش حضرت كورس، ان انت شغال وتقدر نعتمد عليك في الشغل بتاعك.